نسمع احلى سلام للاقفاص اللي قاعده في الفرح. هيقول على مين ده؟ شكله هلج علينا يا كبير. يبقى نهار ابوه اسود. يلا بينا ناخد المقصره احسن، باين الفرح هيقلب ضلمه ضلمه ضلمه. هتفرق معايا في ايه يا غبي؟ ما هي ضلمه على طول معانا. اركب بسرعه، الموضوع كبر للدرجه دي قوي. ايه اللي بيتكسر ده؟ العيطة اتكسرت صح؟ اطمن يا وسام، انا بس هخرجك بقى الفرح ده وكل حاجه هتبقى فل ان شاء الله. والقرد اتكسر صح؟ اه القرد اتكسر. صور لي على الحيوان اللي كسر القرد. حاضر يا وسام. مفيش حاجه اسمها حاضر، صور لي على الحيوان عشان اديله بالجزمه دلوقتي. هو جاي علينا، هو معاه شومه. وقف لنا تاكسي بسرعه، اجري يا حيوان. في تاكسي هناك اهو. وقف لي قدامه بسرعه. ابو شومه جاي علينا، ابو شومه جاي علينا. جاي علينا ابو شومه، اجري. وخلي صفيق يبقى يجي على البيت. حاضر يا وسام. بسرعه. لا حول الله يا رب. ايه ده؟ ابو سومه جاي ورانا لسه ولا ايه؟ اه ورانا بسست. بسرعه بسرعه بسرعه. بقول لك قول له بحر بحر يا اسطى، بحر عند ابو العباس. تاني سريع الشمال كده. ها خلي صفيق يجي لي. حاضر يا استاذ. ايه دخلت اول شمال بعد البورصه ابو العباس؟ ايوه يا ابني. بس اول بيت على ايدك اليمين. ها اه اول بيت على ايدك الشمال قصدي. هتلخبطني انت يا عم الحاج. اول بيت اول بيت على ايدك الشمال. ايوه ماشي على ايدك الشمال. على ايدك ايه؟ عديت انت؟ عديت الامه ولا ايه يابا؟ ما عديتش حاجه يا ابني. طب امال انت واقف فين؟ اقف بس هنا. لا اله الا الله. البيت اللي واقف قدامه ده رقمه 6؟ والله يا ابني الستة شكل التسعة. لا اله الا الله، انت نظرك ضعيف يابا ولا حاجه؟ يا ابني انت بتتريق عليا، انا نظري على قدي. على قدك. طيب نزلني بقى الله يخليك. ده جاني ده ولا كام؟ مش واخد بالي يا ابني. اه انت مش واخد بالك من حاجه خالص كده. طب امسك امسك اهم كده. يبقى 3 جنيه. عايز حاجه تاني؟ اطلع على باب 10 من هنا ازاي؟ على باب 10؟ اه. طب ركز معايا بقى شويه. ايوه. انت هتخش في يمين في شمال في يمين تاني بحاوده. خلاص؟ ماشي يا ابني. ماشي. انت سواق تاكسي متاكد؟ ايوه يا ابني. سواق تاكسي لا بتشوف ولا عارف السكه. نسيت اقول لك يا حاج، خلي بالك في اول يمين تاني بحاوده هتلاقي رصيف عالي، اوعى تلبس فيه. لبس. تنحس. والنبي انا نفسي اشوف نعناع بتاعك ده. راجل ولا كل الرجاله؟ تيبت ايه وحنيه ايه؟ طب بس بس الابره هتدخل في ايدك. عارفه يا بت،